ازاي يا دكتور من حد هيغير مفصل ركبه وحد لا بيمشي ومش مغير مفصل الركبه وبقى زي الفل؟ هو ده دايما احنا بنقوله للمريض، امتى انت تحتاج ان انت تغير مفصل الركبه؟ مفصل الركبه المفصل الصناعي اللي اخترعوه عشان يركبوه للانسان بيبقى ليه مواصفات معينه. مريض لا قدر الله كان عنده كانسر وحصل عنده تاكل في المفصل تماما والمفصل نفسه ما عادش موجود، ده ساعتها نقدر نقول له ان انت محتاج تعمل عمليه تغيير مفصل الركبه. مريض لا قدر الله تعرض لحادث كبير وحصل عنده كسور والسطح المفصلي شكله تغير تماما وما بقاش موجود مفصل، ساعتها لازم هنحتاج ان احنا نغير المفصل. لكن مريض عنده مفصل والمفصل الطبيعي ما زال موجود وبيمشي وبيتحرك بيه ولكنه مؤلم، طب انا ليه اغير المفصل الطبيعي اللي ربنا خلقه؟ خاصه ان زراعه المفصل في الجسم ليها اعراض وليها مشاكل وليها تفاصيل كبيره جدا ليست سهله وليست بالسهوله الطبيعيه اللي احنا بنقولها. لكن انا دايما بقول للمريض انت طول ما المفصل موجود وبيتحرك وبتقدر تستعمله بس بيألمك احنا نقدر نشيل الالم اللي موجود ده. التقنيه والطب قدم لنا حاجه حديثه عمرها مش طويل قوي، بقى لنا حوالي 8 او 9 سنين بره مصر وحوالي 7 او 8 سنين جوه مصر، بدأنا نقدر نعمل إعادة بناء للسطح المفصلي للركبة اللي هو الجزء اللي حصل فيه تآكل نتيجة الأمراض المزمنة، نتيجة الوزن، نتيجة تقدم السن، سوء الاستعمال، بيبدأ يحصل تآكل للطبقة السطح المفصلي دوت. دلوقتي بقى عندنا تقنية البي ار بي اللي تطورت بصورة كبيرة قوي آخر 3 أو 4 سنين كمان، الأنابيب اللي بنعمل بيها عملية الفصل، طريقة تركيز الصفائح الدموية، عوامل البناء اللي موجودة على الصفائح الدموية لو فيها ضعف عند أي مريض نقدر نصلحها، نقدر نجيب العوامل ديت من بره وبنقدر نزرعها دلوقتي على البي ار بي بتاعه المريض، بتعمل اعاده بناء للسطح المفصلي مع شويه تعليمات صغيره بنديها للمريض. لو العوامل الهدم اللي عندك اللي هي الوزن، السكر، الروماتويد، المشاكل الصحيه اللي موجوده عندك، انت بتصلح المشاكل ديت اللي هي بتعمل عوامل الهدم واحنا بنعمل لك بنسرع عمليه اعاده البناء بتاعه السطح المفصلي فبيختفي الالم. بنخلي الناس من واحد قاعد مكانه بالظبط، وعارفه ان في ناس بتجي لكم اول جلسه بعكاز وناس كرسي متحرك، كرسي متحرك ما شاء الله وبيطلعوا سلالم وبينزلوا. دايما بحب أكد مع حضراتكم ان الحقن ده